إذن مشاهدينا الكرام، في إطار هذه الزيارة لرئيس كرواتيا لمصر زوران ميلانوفيتش، وبالتأكيد يمتد الحديث للعلاقات المصرية الكرواتية، معنا على الهاتف الآن الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك معنا أستاذ جميل. بداية، يعني قراءتك لهذه الزيارة في أجندتها وتوقيتها، تفضل. هو في البداية طبعا هي زيارة مهمة جدا بالنسبة لكرواتيا، في ظل رئيس كرواتيا في ظل طبعا الظروف اللي بيمر بها العالم في الوقت الحالي من بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية. احنا شفنا خلال الفترة الماضية الأسبوع الماضي هناك كان لقاءات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس مع رئيس وزراء رومانيا، ومن قبل زيارة الرئيس إلى الهند وأرمينيا وأذربيجان. كل ده بيأتي في إطار العلاقات المتميزة اللي بتربط الدولة المصرية مع كل دول العالم، وانفتاح مصر على كل دول العالم، ودي السياسة الخارجية المصرية المبنية على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم ككل. طبعا في الوقت الحالي طبعا مصر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمار، لأن لديها بنية تحتية قوية في مجال الاستثمار. فبالطبع هناك علاقات، أو زي ما احنا شفنا حتى خلال الزيارات الأخيرة ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، كلها نتج عنها زيادة في حجم الاستثمارات بين مصر والدول الأخرى، وأيضا إقامة شراكة وعلاقات اقتصادية مع بمصر مع دول العالم بشكل كبير. طبعا هذه زيارة مهمة، وتأتي أيضا في توقيت مهم، والتنسيق بين مصر وكرواتيا شيء مهم جدا في الوقت الحالي من أجل العبور بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومحاولات أيضا التهدئة أو الوصول إلى تهدئة في الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم أستاذ جميل، هذه الزيارة لها شقان، شق سياسي وشق اقتصادي كما تحدثت منذ قليل، فيما يتعلق بالظروف التي يمر بها العالم جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. كيف يمكن، وهنا أستخدم اللفظة التي ذكرتها منذ قليل، كيف يمكن تنشيط العلاقات السياسية بين مصر وكرواتيا في إطار ما يحدث في العالم، وأيضا أن يكون له ظلال اقتصادية في تعاون وتنشيط اقتصادي مرتقب في عدد كبير من المجالات؟ هو بالطبع في الوقت الحالي بالنسبة للشق الاقتصادي هناك مجالات عديدة يمكن، أو هناك تعاون كبير بين مصر وكرواتيا فيها المرحلة القادمة، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعن طريق الغاز الطبيعي، وأيضا زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات والواردات مع أوكرانيا. هذه مجالات عديدة جدا. أيضا المشروعات القومية الكبرى اللي في الدولة المصرية في الوقت الحالي، أعتقد أنها ستكون مجال للشراكة أو مجال للحديث في المجال الاقتصادي في الوقت الحالي. وأيضا هناك العديد من المناطق يمكن الاستثمار فيها من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العديد من الأماكن الأخرى أو المشروعات القومية الأخرى. إذن هناك العديد من المجالات الاقتصادية بين مصر وأوكرانيا في كرواتيا في الوقت الحالي. وعلى الجانب الآخر أيضا في المجال السياسي، طبعا زي ما بقول لحضرتك أن هناك من مصر سياستها الانفتاح على كل دول العالم، العمل على تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي. طبعا هناك الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم، تضخم في كل دول العالم، أزمات اقتصادية عديدة جدا، أزمات في سلاسل الإمداد، كل ده بيأثر على العالم، بيأثر على شعوب العالم. فمصر وأوكرانيا قادرات، وكرواتيا قادرة في الوقت الحالي مع إقامة العلاقات المتوازنة أن يكون هناك تنسيق من أجل إحداث تهدئة بين البلدين في الوقت الحالي.
طيب أستاذ جميل، حضرتك ذكرت في مجال الاقتصادي قطاع الطاقة، وأوروبا كما نعلم يعني تواجه شبح يعني البرد، وكيف تحصل على الدفء وكيف تحصل على الطاقة خاصة في الظروف الحالية التي نعلمها جميعا، والبلدان لديهما دور مهم كل في إقليمه، بما يفتح المجال هنا للتعاون المشترك لإعادة التصدير سواء لإفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية. هنا أتحدث تحديدا عن مجال الطاقة، كيف يمكن أن تستثمر مصر هذه الظروف لتصدير طاقة لكرواتيا في هذه الظروف الحالية؟ هو بالطبع احنا في الوقت الحالي كان مصر أصبحت في الوقت الحالي أصبحت مركز للطاقة. صحيح. في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاكتشافات الغاز الطبيعي، أو مركز تسييل مصر أصبحت مركزا لتسييل الغاز الطبيعي في المنطقة في الوقت الحالي، وأيضا الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة. طبعا في الوقت الحالي وفي ظل ظروف الأزمة العالمية وخاصة أزمة الطاقة اللي أثرت بشكل كبير على الحياة داخل العديد من دول العالم، فأصبح المجال كبير بالنسبة للدولة المصرية أنها تزيد من صادراتها في مجال الغاز، أو في مجال أيضا تسييل الغاز الطبيعي، وده شيء مهم وبتحتاجه العديد من الدول في الوقت الحالي، وتصديرها طبعا إلى كرواتيا وتصديرها إلى الدول التي تطلب الغاز الطبيعي من الدولة المصرية. نعم. في مجالات يعني محددة مثل مجال وقطاع ريادة الأعمال، إلى أي مدى هناك مساحة مشتركة بين البلدين لتقديم تسهيلات خاصة في مجال قطاع الأعمال، وهو مجال حيوي كل البلدين يعني يعمل فيه بشكل مختلف وبتنشيط وبتطوير ما، كيف يمكن إيجاد مساحة مشتركة في قطاع ريادة الأعمال بين البلدين؟ هو بالطبع التنسيق مهم جدا بين البلدين، والاستفادة من خبرات البلدين ده شيء مهم. من المعروف طبعا أن كرواتيا والعديد من دول أوروبا الحديثة هي اقتصاديات ناشئة، اقتصاديات بتسعى أن يكون لها قوة ولها مجال في الدولة وفي محيطها. فطبعا الاستفادة في مجال ريادة الأعمال ده، التنسيق أيضا والاستفادة من الخبرات بين الدولتين ده شيء مهم جدا في الوقت الحالي. وأعتقد أن هناك هيكون هناك طبعا بالطبع مشاورات و اتفاقيات بين مصر وكرواتيا في العديد من المجالات، من ضمنها أيضا مجال ريادة الأعمال. نعم أستاذ جميل، يعني فكرة أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمضي بخطى ثابتة، وهناك اعترافات دولية بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، انضمام مصر حديثا لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس بالتأكيد هي خطوة تؤكد على نجاح الدولة المصرية والثقة العالمية في الاقتصاد المصري، وأيضا نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية برمتها، وتوجه مصر للإصلاحات الهيكلية. إلى أي مدى هذه الإشادات الدولية لمصر ولاقتصادها محفز وأيضا جاذب للدول الأوروبية ودولة مثل كرواتيا للاستثمار هنا في مصر؟ هو طبعا مصر عندما أخذت مسار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 وبدأت في عملية هذا الإصلاح، جانب الآخر للبدء في إنشاء بنية أساسية قوية للاستثمار داخل الدولة المصرية. طبعا شفنا إشادات العالم ككل وإشادات المؤسسات الدولية الكبرى في الخطوات الإيجابية اللي بتنفذ داخل في الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية.
بالطبع هناك يعني دولة مستقرة اقتصاديا، عندما تكون الدولة مستقرة اقتصاديا، عندما تكون الدولة لديها البنية التحتية وإشادات قوية من دول العالم، هي بالفعل تكون دولة جاذبة للاستثمار. وهو ده اللي احنا بنشاهده في الوقت الحالي بالنسبة للدولة المصرية. طبعا عملية الإصلاح الاقتصادي، عمليات الإنجازات اللي بتتم على الأرض في الوقت الحالي، كل ده بيؤكد على أن مصر تسير في الخطوات الصحيحة. وطبعا إشادات من كل دول العالم ومن مؤسسات الكبرى، وما فيش أي دولة هتستثمر داخل الدولة المصرية إلا لو كانت متأكدة أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة في هذا المجال. وهو ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، أن مصر بتسير في خطوات ثابتة. مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار في العديد من المجالات، وبالطبع سيكون هناك زي ما بقول لحضرتك تعاون كبير بين مصر وكرواتيا في هذا المجال، زي ما مصر ليها ايضا العديد او في استثمارات عديده من دول اجنبيه عديده داخل مصر. وشفنا حتى في زياره الرئيس الاخيره للهند وارمينيا واذربيجان العديد من الاستثمارات هيتم البدء فيها داخل الدولة المصرية. وبالأمس أيضا مع رئيس وزراء أرمينيا، أيضا رومانيا، أيضا هناك جذب للاستثمارات والعديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبين هذه الدول. إذن المجال الاستثماري داخل الدولة المصرية أصبح جاذب للاستثمارات الخارجيه، وهو ده اللي احنا بنشوفه وبيتم تنفيذه على ارض الواقع في الوقت الحالي. رغم طبعا الازمات الاقتصاديه العالميه، يعني رغم الازمه الاقتصاديه العالميه، الا ان مصر تسير بخطوات ثابته وتسعى الى جذب استثمارات خارجيه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الاهرام، على هذه المداخله الكريمه من حضرتك.